استاذ سيف من الاهليه اتفضل. السلام عليكم. علي اهلا وسهلا. يا حضرتك كيف؟ بخير الحمد لله يا حبيبي. هو في واحد صاحبي كده محمد قال لي مامته يعني اخواته وباباه اثرين معاه جدا. طيب يعني انت عندك سؤال على حد باباه واخواته مؤثرين معاه جدا صح كده؟ اه. ماله بقى مؤثرين معاه في ايه يا سيد سيف؟ كانوا يزعقوله ويضربوه وكل يوم في المدرسه معاه انت يحكي لي عن اللي هو بيحصل معاه يعني هو بيحكي لمين؟ هو بيروح يحكي لحد الطلبه اللي معاه في المدرسه عن اللي اهله بيعملوه معاه؟ اه بيحكي لي انا. بيروح لمين يحكي لمين؟ للطلبه اللي زيه ولا للمدرسين؟ لا بيحكي لي انا. اه بيحكي لك انت يا عيني. اه فانت عايز تعرف تعمل له ايه صح؟ اه طيب انا هكلمك يا سيد سيف، انت في اعداديه ولا في ابتدائيه ولا في ثانويه؟ اعداديه. في اعداديه صح؟ اه طيب انا هقول لك تعمل معايا ايه يا سيد سيف. سيد سيف انت قدامك ثلاث حاجات لازم تعملها معاه. اول حاجه طبعا انا ما بشوفش ان انا بتكلم مع حد، انا بتكلم مع شاب كبير عاقل، والدليل على ذلك انا بشكر سيف، انا بحبك يا سيف والله العظيم، انا ممتن جدا جدا لان انت اتصلت، عشان انت لما ما قدرتش توصل لنتيجه انت طبقت سنه رسول الله وطبقت امر رسول الله، انما شفاء العي السؤال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. احسنت، استمر على كده يا سيف دايما. انا هقول لك ثلاث حاجات تعملها مع صديقك ده، ضروري تعملها معاه. اول حاجه حاول تطيب خاطره. تطيب خاطره يعني ايه؟ تفهمه ان مش حياته بس، حياته مش بس هي اخواته ووالده. الحاجه الثانيه لازم تفهمه يعني ايه حياته مش اخواته ووالده. حياته فيها المذاكره وفيها العمل وفيها كمان صحبيتكم وفيها حاجات كتيره جدا جدا جدا. طب انا ليه ما قلتلكش الحاجه الثانيه دي؟ ما قلتلكش الاولانيه يعني ايه الحاجه الثانيه؟ ان انت تحاول بقدر الامكان تفهمه ان الناس بيختلفوا في وجهات النظر، فلما بيختلفوا في وجهات النظر ساعات بيعملوا حاجات هم غلطانين فيها، وليس معنى ان هم غلطوا في حاجه ان هم في الحقيقه بيكرهوه. هم غلطانين، اه غلطانين في ان هم يزعقوا له، غلطانين ان هم يشتموه، بس بيكرهوه لا. فلازم تفهمه ان هو يتعلم انه يكره الفعل ده بس ما يكرهش الناس دي. والكلام اظن انت فاهمه يعني اللي هم عاملينه ده حاجه وحشه، بس انا ما اقدرش اقول ان الشخص ده وحش. ليه؟ لان بعد شويه هو لما يكبر هيلاقيهم عايزين خلاص، هو شايفين ان هم ربوه واشتد عوده فيتعاملوا معاه بسهوله، فهو ما يقدرش يرجع لهم. لكن لو فهمناه دوت بدري هو بيتعامل معاهم بشكل كويس. الحاجه الثانيه وانا شايف ان انت راجل ممكن تعملها، ان انت اهله لو انت بتشوفهم ممكن تكلمهم على الطريقه الحسنه اللي والدك ووالدتك بيتعاملوا فيها معاك، بحيث ان الناس دي ممكن تفهم ان في طريقه تانية ممكن يتعاملوا فيها مع ابنهم. لان انت لو رحت قلت لهم ان ابنكم جاي بيشتكي ممكن ياذوه، فانا شايف الثلاث حاجات اللي انت لو عملتهم دول ان شاء الله يكون في حل كويس مع صديقك، وانا واثق فيك جدا، انت راجل وتقدر تقوم بالمسؤوليه دي، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا سيد سيف. نعم.